تمام. نسي طمني، عامله ايه؟ واخبار التاسك الثاني، ناس سلمته؟ تمام. سريعا كده هنراجع التاسك مع بعض. تمام. تمام. ناسا، تركز معايا عشان هنبتدي دلوقتي اهو. تمام. بالنسبة للتاسك، يعني أنا شايف إن التاسك سهل مفهوش أي حاجة، بس الفكرة نفسها إن أنا أكون عارف هو عايز إيه بالظبط. أنا أول حاجة مديك قطعة كده أو مثل. أول حاجة يقول لك طبق تنسيق غامق اللي هو إيه؟ البولد. فبحدد النص كله وأدوس على بولد. كده التنسيق بقى غامق اللي هو حرف البي. بعد كده إمالة. إمالة زي ما أنا محدد حرف الآي ميل أهو، أو كنترول آي، عمل لي إمالة للكلام اللي عندي. بعد كده وضع خط تحت كلمة على النص السابق. الناس فهمتها إن هي كلمة واحدة بس مثلا، لكن لا، أنا قصدي هو أصلا شرحها وضع خط تحت الكلمة. لو أنا أي كلمة عايز أحط تحتها خط بحددها وبدوس على الخط، لكن أنا القصد كان على النص السابق. يعني اهو وضع خط تحت كلمة على النص السابق، نص كله زي ما هو كده، حدده وادوس كنترول يو او على اليو تحتيها خط، فعمل لي خط تحت النص كله. بعد كده جايل قم بتغيير لون الكتابة الى لون من اختيارك زي ما انا بحدد. شايفين هنا خالص في حاجة اسمها الفونت كولر، بغير اللون زي ما عايز اهو. بعد كده جايل قم بوضع خط في نص الكلمة، في النص اللي هو ايه، الاي بي سي اللي هو ستريك ثروت. ستريك ثروت بحدد وبدوس على الاي بي سي، في المنتصف في خط اهو، ده اللي انا اقصده. تمام كده. تمام. شباب، بالنسبة لأي حاجة، مشاكل تقنية أو مشاكل في غياب وحضور، تواصل مع باشمهندس عمر بعد السيشن. تمام. وقبل ما أكمل، السيشن هيتقسم لاتنين سيشن، اللي هو سيشن بعد كل ساعة هيبقى فيه أسئلة. يعني أنا الساعتين دول أخلص ساعة، بعد كده اي حد عنده سؤال يسأل، بعد كده هندخل على الساعة التانية. تمام، عشان برضو الوقت. بعد كده دخلنا على السؤال التاني، بيقول لك قم بنسخ التنسيق على الجملة التالية. انا عملت تنسيق اهو، عايز انسخ التنسيق على الجملة اللي من تحت. بحدد الجملة اللي انا عايز انسخ منها التنسيق وادوس على حاجة اسمها فورمات بنتر. فورمات بنتر نسخ التنسيق. باجي احدد الحاجه اللي عايز انسخ عليها. شايفين ظهرت علامه فرشه من الجنب، بحدد مثلا ده اهو اهو، وكده عمل لي نسخ للتنسيق اللي عندي. هنا بيقول لك قم بعمل تعداد نقطي وتعداد رقمي. احنا قلنا التعداد النقطي من هنا اهو، ناس لو تاخد بالها هنا اهو، شايف البليت من باراجراف، والتعداد رقمي من هنا اللي هو النمبرنج. لو ملاحظين في رقم 1 2 3 بالخط الصغير، تمام. فانا مثلا خلي دي هنا اهو، اعمل لها تعداد نقطي زد. ايه من هنا بس اللي ظهرت لي ناحيه الشمال، عشان انا في اتجاه الكتابه عاملها من الليفت تو رايت، اخليها رايت تو ليفت اهو. تست انتر اللي بعدها، انتر اللي بعدها. تمام.
هنا هدوس انتر. كده هدوس انتر مثلا اهي، هدوس انتر، هدوس انتر. دوس انتر فكده عمل معايا تعداد نقطي زي ما هو بحدده اهو، وبعمل عليه تعداد رقمي اختار اهو. واخدين بالنا بس اتجاه الكتابة جاي، احنا قلنا رايت تو ليفت، بس هنا المحاذاة عاملها المحاذاة ناحية اليسار، خليها ناحية اليمين اهو. عايز اعمل تظليل للفقرة دي، التظليل بعمله من هنا، يعني التظليل ده هنعرف الفرق. عمل لي تظليل على القطعة كلها بالكامل، كلها بالكامل. نفس الفقرة دي اعمل لها تسليط الضوء على كلمة اياس ابن معوية اهي. ازاي بنسلط الضوء؟ من فين؟ من اللي هو حرف الـ AB هنا، بدوس عليه اختار مثلا لون اصفر. بعد كده بقول قم بكتابة طريقة عمل الترتيب الأبجدي من اللي هو الـ A to Z من هنا، تمام؟ بختار ascending اللي هو تنازلي، descending التصاعدي. مثلا لو عايز أعمل ترتيب للنصوص من تكست أهو، أختار هنا تكست. لو عايز أعمل ترتيب لأرقام بختار من، أختار number. لو عايز أعمل ترتيب لتاريخ بعمل بختار date. اما هنا عايز ارتبها عايز ارتب ايه باراجراف، يا اما عايز ارتب مثلا هيدنج، يا اما عايز ارتب فيلد. شوف اللي انا عايز ارتبه، هكتب اي معادله مثلا. مثلا جيت كتبت المعادله دي اكس 2 زائد واي 2، طبق عليها اللي هو السب سكريبت و السوبر سكريبت. سب سكريبت حددت اهو اكس و 2، فجالي الاس من فوق، عايز اخليه من تحت زي ما هو واختار الاكس تحتها 2 اللي هو سب سكريبت. عايز اعمل فراغ او مسافه بين الجمل التاليه بقيمه 2، ادي حددت، باجي من حاجه اسمها اللاين اند باراجراف سبيسنج، بختار 2، اختار 2. بعد كده قلت قم بعمل حدود للصفحة التالية، يعني أنا اللي أقصد بيه اللي هو المستند. كنا بنعملها من فين؟ كنا بنعمله من هنا من البوردر، بختار بوردر أند شيدنج، بختار البيج بوردر وأدوس أوكي. ايش بوردر دوست اوكي، فهو اهو عمل لي حدود خارجيه للصفحه. استاذ عادل توفيق، عملت تظليل الفقره بنفس هذه الطريقه، ظلل كل سطر على حده. لا، ما هو الفكره نفسها لما اجي اعمل تظليل على فقره اهي، الفقره دي انا لغيت اهو التظليل نقلر، ولغيت اللي هو اللي على كلمة اياس من هنا خليتها نقلر. فانا لازم احدد كل اللي عايز اعمله تظليل، تمام؟ وبدوس على، باجي على باراجراف حاجة اسمها شادنج، وبختار التظليل اللي انا عايزه، فكده عمل لي تظليل على فقرة بالكامل. اما الاي بي ده بيعمل لي تسليط ضوء على جزء معين، يعني مثلا انا عايز اياس ابن معاويه اسلط عليه الضوء يكون ظاهر، اختار اهو فعمل لي تسليط للضوء. هو بالنسبه لاخر حاجه فعلا كان صيغه السؤال ما ينفعش كانت تبقى كده، كانت المفروض قم بعمل حدود للمستند التالي. فانا بعتذر للناس على صيغه السؤال،
بس هي كانت مفروض للمستند للمستند التالي. ده مفروض صيغة السؤال. فبعتذر عن الناس، بعتذر للناس، وإن شاء الله هنتدارك الموقف ده من الفترة الجاية. الناس معايا كده؟ احنا خلصنا تاب فايل، في الحدود اهي، في حاجة تحت خالص اسمها border and shading. border لو عايز اعمل حدود لقطعة او لنص، لكن لو عايز اعمل لصفحة من البيج border. في اختيارات في الجنب اللي هو ظهر لي نان بوكس شادو 3D custom. بحدد الحاجة اللي انا عايزها، مثلا عايزها كبوكس فبختار اهو، اختار الشكل انا عايزه. عايزها كشادو اهو، بختار الشكل انا عايزه. هو عادي ممكن نعمل اطار لصفحه واحده، وهنعرف ازاي نعمله. تمام. الناس تفتح معايا. الناس اولا، الناس معايا، الناس متابعه معايا. نبدا محاضرتنا النهارده ان شاء الله في الجزء الجديد. ناس معايا؟ تمام، نكمل. احنا كده خلصنا تاب فايل وتاب هوم. هناخد النهارده تاب انسرت. تاب انسرت من اسمه انسرت ادراج. التاب ده خاص بكل، يعني اي حاجه عايز ادرجها داخل الملف بدرجها من خلال التابه دي. يعني مثلا عايز اعمل تيبل جدول، عايز اعمل صوره، عايز ادرج صوره، عايز ادرج شيب، عايز ادرج حاجه اسمها سمارت ارت، هنعرف يعني سمارت ارت. عايز ادرج لينك، عايز اعمل أرقام صفحات. أشكر حضرتك يا دكتور عبد الرحمن. هو فعلا يعني أنا ليه كتبت بالعربي؟ لأن يعني برضو مراعاة لظروف بقى، يعني كل الناس، يعني أنا ممكن برضو الناس اللي هعمل التاسك اعمله باللغتين عادي، بالعربي والانجليزي، بس عشان خاطر الناس. يعني انا مش عايز اتجل على الناس، انا بحاول على قد ما اقدر اسهل الامور شويه يعني. تمام. بالنسبه للناس اللي معاها اشغال، بالنسبه للناس اللي كانت معاها كليات، لا يا دكتور مفيش اي حاجه، منتظر حضرتك ان شاء الله بعد المحاضره. لو في اي حاجه انا موجود يعني ان شاء الله. بحدد ادي الدبلومه. فلو دوست على اللي هو الاي بي سي اللي هو ستريك ثروت اللي هو في خط في النص، بدوس عليها فظهر لي خط في النص. هي بتدي لي مظهر جمالي، او بمعنى صح مش بستعملها. او لو انا مثلا بكتب ملف وورد ومش عايز امسح، عايز مثلا تبان كانها مسطوبه، بدوس على الاي بي سي. هي ملهاش استعمال كتير. تمام. هنخش على تاب انسرت. تاب انسرت. تاب انسرت. الناس تركز معايا عشان المحاضرة النهاردة مهمة. لا هي ملهاش استخدام متبادل ما بين النصوص. تمام. ملهاش استخدام متبادل ما بين النصوص. عدل الدقيقة بس. ااا
شباب اللي فتح سكرين يقفله، شباب اللي فتح السكرين يقفله. تمام، هنشتغل تاب انسرت في كذا تابة، اللي هو البيج، التيبل، استريشن، الاد اي ان اس عشان استعملها كتير، الميديا، اللينكس، كومنت، الهيدر والفوتر والتكست والسمبل. اول حاجه، في حاجه اسمها من البيجز كفر بيج، اللي هو الغلاف. الناس لو تعرف غلاف الكتاب، انا عندي هنا اشكال جاهزه، هذه دي كلها اشكال جاهزه. تمام، فرضا الاشكال دي ما عجبتنيش، في حاجه اسمها مور كفر بيج فروم اوفيس، يعني اشكال اغلفه كتاب، يعني اشكال اكتر، بدوس عليها تظل اشكال مختلفة. هذه ظل شكل زي دي، فانا عملت له ادراج عايز احذفه من كفر بيج، هختار ريموف كرنت كفر بيج، هو كده حذف لي اللي انا عملته. تاني، الناس تدرج اي غلاف، يعني مثلا انا ادرجت الغلاف ده، حلو كده. تمام، ناس ادرجت. فانا الشكل اللي عندي ده انا ممكن اعدل فيه زي ما انا عايز، يعني هنا مثلا الير السنه مثلا 2021، لا اغير اللغه، هذا 2021. هنا جايل لك الدوكمنت تايتل، عنوان المستند مثلا، مايكروسوفت اوفيس. اجي تحت جايل لي ايه؟ ام اي كومباني نيم والتاريخ. ام اي مثلا الاسر، اللي هو المؤلف، مؤلف الكتاب مثلا محمد رمضان. كومباني نيم مثلا بيم اربيا. التاريخ 1/1/2020. انا كده غيرت اهو، اقعد اعدل فيه زي ما انا عايز. بروح على تاب هوم، ادي له بولد، اغير له اللون مثلا. تمام، غير نوع الخط، خليه مثلا تايم نيو ريمون، كبر. تمام، اجي على مايكروسوفت اوفيس نفس القصه، بس لو تلاحظ لو دوسنا عليها هيظهر لي برضو التعديلات هنا من فوقيها، ممكن اعدل زي ما انا عايز من هنا اهو. نوع الخط مثلا هخليه تايم نيو ريمون، اخليه جريان، اديله بولت. تمام، اللون نفسه لو خليته احمر مش مناسب، مثلا اخليه حاجه جريدينت كده. تمام، انزل تحت مثلا الاسم، اعدل فيه برضو زي ما انا عايز. تمام، اختار له ستايل من هنا، بيم اربيا مثلا اهو، اعمل له شادو، لا اغير مثلا، اختار لون تاني من هنا. اديله بولت، كبر. التاريخ انا مش عايز العب فيه، بس عايز اديله بولت. في سهم صغير ظهر، لو دوست عليها ظهر لي اللي هو التاريخ اللي انا عايز اكتبه. تمام، هو حتى كاتب لك من فوق هنا، لو جينا على مايكروسوفت اوفيس في حاجه اسمها تايتل، اللي هو العنوان، يقول لك ان ده العنوان، وادي الير اللي هو السنه. السنه لو دوست ظهر لي حاجه في الجنب ودوس عليها، ادي ممكن اغير زي ما انا عايز. تمام،
ممكن الصورة دي أنا مش عايزها كده، عايزها في النص بسحبها. شايفين علامة اللي هي الأسهم الصغيرة اللي عاملة شكل زائد أهي في النص دي، أهي اللي أنا بتحرك بيها، أمسك الصورة وأسحب بيها زي ما أنا عايز أهو. تمام، هتعلم برضه حكاية الصورة دي بعد كده. تمام، فاخترت عملت غلاف كتاب نسقته نفس التنسيقات اللي تعجبني. مثلا انا عايز اللي هو اللي من الجنب ده غير لونه بحدده. تمام، عايز اهو صار لي قائمة اسمها فورمات من شيبفيل، هندرس القائمة دي بالتفصيل لما نوصل لها اهو. تمام، كان كده اهو ظبطت الكفر بيج زي ما انا عايز اهو. ده بالنسبه للكفر بيج. جينا بعد كده كتبنا يساوي رانت، هنزل قطعه مثلا جاهزه عندي. كده انا ادرجت صفحتين. عايزين نعرف الفرق ما بين البلانك بيج والبيج بريك. انا مثلا جيت، بس انا هحدد اول حاجه، ادي حددت، نغير اتجاه الكتاب. احنا قلنا هو انجليزي، نخليه ليفت تو رايت او رايت تو ليفت. احاول اظبطه زي ما انا عايز. اعمل النص مثلا جاستيفاي من هنا، من هنا اهو جاستيفاي، خليه هو اللي اهو. هنتعلم مع بعض ازاي نعمل غلاف من يعني يدوي. هنتعلم كل الكلام ده مع بعض، هنعمل ازاي غلاف من غير ما استعمل اي حاجه، بس لسه ما جاش. تمام، انا دلوقتي عملت اهو، ادرجت كلام في المستند اللي عندي. فانا عايز اعرف ايه الفرق ما بين البلانك بيج والبيج بريك. الناس لو واخده بالها هنا في حاجه اسمها end the current page here and move to the next page. معناها انه هي انت لو واقف على الصفحه دي مثلا، ادي وقفت هنا، شايفين المؤشر ده؟ ناس شايفة المؤشر؟ مؤشر تمام، المؤشر اللي فاصل صفحات، فاصل صفحات، دوست عليه. من بعد التحديد اللي انا محدده ده، من بعد العلامة اللي ظاهرة، راح ودالي الكلام في بداية الصفحة التانية. اعمل لي فاصل ما بين مثلا فقرتين، يديني يودي الفقرة يوديها بداية الصفحة التانية. دوست كنترول زد وادي رجعت، وقفت هنا اهو. تمام، عايز الجزء من اول ريدنج از ايزير، عايز اوديه مع بداية الصفحة التانية، عايز اعمل فاصل. فبقف هنا وبدوس على حاجة اسمها بيج بريك، فاصل صفحات، فاصل صفحات. حتى لو شايفين الشكل بتاعه، عامله لك ازاي، بدوس عليه فكده وداني الجزء التاني من اول الريدنج مع بداية الصفحة التانية. تمام، تاني انا مثلا عايز المود تروح للصفحة التانية، فباجي بقف قبليها او وقفت هنا مثلا، بدوس على حاجة اسمها، بروح على انسيرت، بعد كده البيج بريك، البيج بريك فاصل صفحة، ودالي السيف تايم مع بداية الصفحة التانية، ودهالي مع بداية الصفحة التانية.
حلو. دلوقتي انا عندي في المستند كام صفحه من تحت لو شايفين؟ ثلاث. الصفحه الاولى احنا كنا تمام، الصفحه الثانيه كاتبين كلام فيها، والصفحه الثالثه كلام. انا عايز اعمل صفحه رابعه، بس انا عايز مثلا ايه ما بين الصفحه اهو، يعني الصفحه الثالثه كاتب فيها، بس انا نسيت مثلا ما بين الصفحتين نهايه الصفحه. تمام، اللي عامل سكرين اللي عامل سكرين اقفله. أن ينشر هذا الكلام أو يجمع في كتاب. تمام، فباجي على نهاية الصفحة بدوس على حاجة اسمها بلانك بيج. بلانك بيج معناه ان هو ادرج لي صفحة فارغة، تمام، ما بين الصفحة التانية والصفحة التالتة. شايفين الصفحة اللي في النص؟ اجي بعمل كنترول بي. تمام، ادي هنا مثلا، ادي صفحة رقم 2 مكتوب فيها، الصفحة رقم 3 فاضية، الصفحة رقم 4 مكتوب فيها اللي انا عايزه. قطعة بعملها اللي هو يساوي راند، يساوي راند، افتح القوس من شيفت 9 واقفل القوس من شيفت 0 وبدوس انتر، بدوس انتر. تمام، بدوس انتر. الناس لو ظهر عندها مثلا الزوم كده، بحاول ايه لو ظهر عندي مثلا ثلاث صفحات كده في الفيو عندي، فبلعب في الزوم من تحت اهو، اغير لحد ما اوصل اللي انا عايزه اهو. تمام، زي ما قلنا انا مثلا جيت هنا عند الدوكمنت او من اول تو ميك، عايز اخليها مع بدايه الصفحه الثانيه، فبدوس على البيج بريك يعني فاصل صفحات اهو، خليها لي مع بدايه الصفحه الثانيه. عايز مثلا اخلي صفحه فارغه ما بين الصفحه الثانيه والصفحه الثالثه، يعني قبل الريدنج دي انا في صفحه نسيت اكتبها، فباجي على نهايه الصفحه اللي فاتت وادوس على حاجه اسمها بلانك بيج، اد ا بلانك بيج اني وير ان يور دوكمنت، يعني هيضيف لي صفحه فارغه في اي مكان في الدوكمنت. دوست على البلانك بيج، عمل لي صفحه فارغه في المنتصف، عمل لي صفحه فارغه في المنتصف. تمام كده الناس، خلصنا البيجز وعرفنا الفرق ما بين الكفر بيج والبلانك بيج والبيج بريك. صوت واصل للناس؟ صوت مناسب واصل للناس؟ ايوه تمام الناس. تمام. بعد كده في حاجه اسمها تيبل الجداول. هو الوورد انا ما بستعملوش في الجداول، او شغلي كله مش هيكون على الجداول في الوورد، شغل كله على التيبل هيكون في الاكسل، بس هنعرف ازاي نستعمل الجدول في التيبل في الوورد. يعني التيبل هنا بدوس عليه، ظهر لي مربعات صغيره، مربعات صغيره. ايه المربعات دي؟ المربعات دي صفوف، الصفوف والاعمده. حتى لو وقفنا كده بنلاحظ من فوق كاتب لي ايه؟
7 في 4 تيبل معناها ايه 7 في 4؟ معناها ان انت عامل 7 اعمده في 4 صفوف، 7 اعمده في 4 صفوف. جينا كده هنا اهو 9 في 6 معناها 9 اعمده في 6 صفوف، تمام؟ فانا هختار مثلا 5 اعمده في 4 صفوف. فلما اخترت وظهر عندي كده، ظهر عندي قائمة تانية من فوق اللي هو اسمها ديزاين تصميم، ولي اوت اللي هو تخطيط. ديزاين هنا في قبل ما ندخل على التيبل ستايل اوبشن، في حاجة اسمها هنا التيبل ستايل، الستايلات بتاعت الجدول اهو اغير فيها زي ما انا عايز. لو دوست على السهم الصغير من الجنب هو بيقول لي ان في الحد 15 اهو، اختار الشكل اللي انا عايزه اهو، اغير زي ما انا عايز. لو دوست على المور هيظل كل حاجة عندي اهو، ادي شكل الجدول. فرضا مثلا انا عايز اخلي الجزء اللي هو الاسود ده احط له لون تاني، باجي على حاجة اسمها شادنج اللي هو التظليل، بخليها مثلا اهو ازرق. عايز اخلي الجزء اللي من فوق بحدده برضو كله، خلي لون تاني مثلا زي ده، ده مثلا عايز اخليه لون تاني برضو من شادنج، خليه لون اهو. فبحدد الحاجة اللي عايز اعمل لها لون، مثلا ده عايز اعمله لون زي ده اهو من الشادنج، تمام؟ بغير اللون المناسب ليا. بعد كده في حاجة اسمها من البوردر، في حاجة اسمها البوردر ستايل، اشكال الخطوط. الحدود نفسها، الحدود نفسها باللون الاسود، انا عايز اخليها، لا عايز اخليها باللون ازرق بس، بس دي كرسم يعني ايه، كرسم جدول برسم عليها اهو اهو، تمام. قبل ما ناخدها برضو عشان الناس تعرفها اكتر، في حاجه اسمها البوردر بنتر، رسم جدول. دوست عليه برسم الجدول اللي انا عايزه اهو، سواء كده ايه، انا عملت جدول حلو كده، بس الجدول ده انا عايز اعمله بشكل معين. باجي على البوردر بنتر بحدد والله انا عايزه اهو كده، حدد عليه، بدوس ضغط عليه اهو، انا دوست كده ضغط عليه، تمام. دوست هنا ضغط اهو، دوست ضغط عليه، بدوس بضغط ضغطة واحدة على الحدود اهي، هي مش هتفيدني بحاجة يعني. وهنا زي ما قلنا الستايل بتاع الخطوط اهي، شايفة؟ لو عايز احدد حاجة معينة مثلا اعمل لها شكل مميز، ده اللي هو السايز بتاع الخط، اللاين ويت الوزن، يعني مثلا اهو شايفين اللي بيتغير. البن كولر اللي هو اللون نفسه اهو، اللون نفسه شايفين، تمام. البوردر ستايل، ستايلات بتاعت الخطوط اهي، تمام. اغير فيها زي ما انا عايز، ادي اللون انا الجدول اللي عندي ديه ملهوش حدود. او قبل كل ده ازاي احدد الجدول بالكامل من غير ما اعمل كل ده؟ شايفين في الجنب فيه علامة زي البلس، فيها اتجاهات، اربع اتجاهات، بدوس عليها ادي حدد لي الجدول بالكامل. باجي على حاجه اسمها بوردر، زي ما استعملنا الحدود في الهوم استعملها هنا اهو. اختار مثلا اول بوردر، اللون هخليه انا مش عايز اللون ده، عايز اللون الاسود. تاني على البوردر، اول بوردر اهو كده ظهر الجدول اللي عندي.
اما البوردر بينتر قلنا لو عايز ارسم جدول، لو عايز مثلا اظلل حاجه معينه يعني حاجه مميزه خليها في الجدول. فباجي على الجدول اهو، حلو كده، من الد فاخلي مثلا حجم الخط اهو خليه لون احمر، باجي امشي مثلا على ده تمام وده، فانا عايز اخلي مثلا المربع ده مميز، فاهو بعمله زي كده تمام بالبوردر بينتر رسم، حلو كده. انا كده حد هنا خلصت الجزء ده. وبعد كده في حاجه اسمها التيبل ستايل اوبشن، الهيدر رو لغايه الهيدر، الهيدر اللي هو قصدي من فوق خالص ده انا ما قلتهوش، بس انا بظلل كده. انا مثلا خليته ابيض فارغ مثلا من هنا التوتال رو، معناها ان انا هخلي كل الابيض عادي مش هتفيدني، بس انا مجرد ان هو بيخفي وبيظهر في حاجات معينه تمام، بيخفي ويظهر في حاجات معينه. الناس لو حاولت تجرب الحاجات دي تلاقيها تشتغل معاها. التاب الاهم لي اوت، اللي اوت في حاجه انا اسمها سيلكت تيبل، لو دوست عليها في سهم ظهر في الجنب بيقول لي سيلكت سيل، سيلكت كولوم، سيلكت رو، سيلكت تيبل، معناها عايز يعمل لي تحديد لخليه ولا تحديد لعمود ولا تحديد لصف ولا تحديد شفت عند الخليه دي ورحت قلت سيلكت سيل حدد لي خليه، كل ده اسمه تيبل واحد بس، المربع الواحد بس بقى خليه اسمه خليه اكتر نفهمه لما ندخل على برنامج الاكسل. كل هدية دي اسمها خلية، فده اللي اقصد بيه. انا زي ما هنا انا عامل ادي مربع او مستطيل، ده اسمه خلية، ده اسمه خلية. انا عايز اعمل تحديد من واختار تحديد الخلية، قبل ما ندخل وخمسة رقم انه لأوت، قلنا ستايل من التيبل الجدول جبنا شادنج مثلا، لو انا عايز مثلا الجزء ده حددته عايز اعمل له لون معين اهو، قلنا البوردر لو عايز اعمل حدود للجدول بالكامل من هنا اهو البوردر او البولدر، لو انا لا انا عايز مثلا اعمل حدود للعمود او للصف اللي في النص ده من ديزاين اختار البر عمل الصوت مظبوط كده. طيب الصوت مظبوط كويس كده كويس،
انا هطلع وادخل تاني برضو عشان صوت الظبط، هدخل واطلع تاني. هو التيبل ستايل اشكال التيبل، الشادنج اللي هو التظليل اللي عايز يظلل الجزء معين في التيبل، الجزء ده اللي هو البوردر المختص اللي انا عايز اعمل مثلا زي ما انا عملت هنا كده اهو، رسمت جزء معين عايز اخليه مميز، فاجي عند البوردر بنتر واروح اعلم عليه اهو. هندسة لو ممكن تعمل زوم على الشاشة شوية لأن الناس فاتحة من التليفون. تمام كده، تمام كويس. فانا كده اهو عملت مثلا الجزء ده خليته مميز. اللون عايز اغير اللون اخليه اهو ازرق، اجي من هنا اهو خليت اللون ازرق. يعني ملهاش أهمية كبيرة. مثلا الويت بتاع اللاين بتاع الخط من هنا، الأشكال بتاعت الخط ممكن يكون زي ده أهو، بس واخدة بالها. تمام. البوردر لو عايز أعمل حدود للجدول بالكامل أهو، عايز اخليها مثلا ليفت ولا رايت ولا اول بوردر، ادي خليتها اول بوردر. تمام. الجدول زي ما هو. بعد كده ندخل على حاجه اسمها لي اوت، اخدنا منها اول حاجه اسمها سيلكت، سيلكت سيل سيلكت رو وتيبل وكولوم. سيل لو عايز مثلا يحدد لي خليه وحدات الخليه اللي انا واقف فيها دي عايز اعمل لي تحديد ليها، بعمل سيلكت سيل. لو عايز احدد الجدول بالكامل من سيلكت تيبل. لو عايز احدد مثلا الصف ده العمود ده من سيلكت كولوم، حدد لي العمود. عايز احدد لي الصف من سيلكت رو، كده حدد لي الصف. ناس ملاحظة في اللي اوت في حاجة اسمها الفيو جريديانت. عارفين اللي هو الرسم البياني، الشبكة بتاعت الرسم البياني، هو اسمه جريديانت، بيخفي لي الجريديانت اللي عندي. دوست عليه كده بيعمل لي عرض ليها، بس هي هتلاقيها مش ظاهرة عندك هنا، هتظهر اكتر في الاكسل لما نيجي ناخده. في حاجة اسمها بروبرتيز، خصائص الجدول نفسه اهو. في تيبل ورو وكولوم وسيل وول تكست. التيبل ناس واخده بالها من اللي بيظهر معايا، الجدول نفسه انا عايز اجيبه ناحيه اليسار، دوست اوكي. بس انا احاول ايه على قد ما اقدر اصغر الجدول مثلا عشان عامل ايه جدول كتير. لو دوست على الليفت تلاقيه مظهرش معايا، دوست على السنتر اتحرك شوية على الرايت اهو جالي ناحية الرايت. تمام. التكست راب هناخدها بعد كده يعني، بس هي ميتها ادي النص ده بروبرتيز تكست راب نون او اراوند حول، معناها ان انا لو عايز احط كلام حوالين الجدول اعمله بالشكل ده الراوند، يا اما نون. تيبل دايركشن اتجاه التيبل، رايت تو ليفت ولا ليفت تو رايت، بحدد برضو الاتجاه اللي انا عايزه. تمام. دخلنا على الرو برضو ملهاش اهميه، اقول لك السايز حدد السايز زي ما انت عايز اهو، لكن السايز ازاي اتغير لازم اعلم على حاجه اسمها سبيسيفاي هايت. كولوم نفس القصه، بغير من هنا الحدود. الميجر ان يعني القياس، عايز وحده القياس بالبرسنت ولا الانش. تمام. فهنا بيقول لك بريفيوس كولوم، انا عايز اطبق ده بس على العمود السابق، بدوس عليها اهي. لو شلنا دي هتلاقيه اهو علم لي على العمود السابق.
نيكست كولوم العمود اللي بعده نفس القصة برضو بريفيوس رو ونيكست رو. السيل اللي هو الخلية عايزة تبقى من فوق ولا السنتر ولا البوتوم، برضو وحدة القياس من هنا اللي هو التكست، احنا مش كاتبين حاجة فمش هتفيدنا في حاجة دلوقتي. هي بس كل الأهمية عندي مثلا في السيلكت، ممكن برضو مستعملهاش يعني، ممكن أحدد أنا تلقائي بنفسي. تمام. بعد كده بيقول لك في حاجة اسمها درو تيبل. لو عايز ارسم جدول، انا كده رسمت جدول اهو، ارسم مثلا شكل معين داخل الجدول، ادي رسمت تمام، ادي انا عايزه كده اهو، ومثلا عايز ارسم اهو، عايز ارسم كده برسمه يدوي حلو كده، فانا رسمت حاجه يدوي عايز امسحه. في حاجه اسمها الاريزر ستيكا، امسح له كل حاجه انا عملتها. المحاضره تنزل اليوتيوب بس يا ريت الناس تتابع. انا جينا على درو تيبل، انا اهو عايز مثلا من اول هنا، شايفين الخط اللي ظهر الاسود ده؟ فلو عملته كده ظهر خط احمر، خط احمر معناه ان انت مش ماشي صح، فخليه خط اسود زي ما هو. عمل لي خط كده هنا مش راضي يعمل لي اهو، حلو كده. فانا عايز اعمل امسح كل ده، شايفين شكل الاستيكر اللي ظهر معايا؟ راح اعمل تحديد للجزء اللي عايز امسحه، وكده مسح لي الحاجة اللي انا عملتها. تمام. ده بالنسبة للدرو، بالنسبة للتيبل. لحد هنا تمام كده، احنا الساعة الأولانية خلصناها، فأنا مستني أسئلة الناس. اللي عنده أي استفسار لحد هنا لحد الدرو يقول لي. ناس عندها أي استفسار لحد هنا؟ ماشي، اللي عنده استفسار يسأل في الشات او يفتح المايك ويسأل. ماشي، احنا حاليا هناخد بريك بس 10 دقايق لحد الساعة 6:15 عشان الناس تصلي المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بحضرتك. الأول كان عندي حاجة، سؤال سريع بالنسبة للتاسك رقم 2. السؤال الأولاني كان بيقول يعني ضع خط تحت كلمة، فطبعا كلمة كلمة نكرة، فناس كتير وأنا منهم طبعا اخترت كلمة في النص عملتها بولد وعملتها ايتليك وحطيت تحتها خط والكلام ده كله، يعني كان يفضل إن أنا أقول تحت النص بالكامل أو كده يعني، إنما كلمة كلمة ديت يعني إدت انطباع لدى البعض إنه مقصود كلمة بمعنى كلمة، يعني كلمة نكرة كمان يعني، ده الحتة الأولانية يعني. تمام. الحاجة الثانية حضرتك في التيبل ديزاين في حاجه اسمها باندد روز وباندد كولم، فايه المقصود منها ان انا باندد روز او باندد كولم؟ تمام، باندد رو كولم. تمام. الحاجه الاخيره ان انا عايز اعرف الاصدار بتاع الوورد اللي انا شغال عليه، هل هو 2007 2010 2013؟ الفيرجن بتاعه اعرفه منين بتاع الوورد اللي انا شغال عليه؟ تمام. شكرا لحضرتك. العفو، تحت امرك. اول حاجه بالنسبه للتاسك، هو يعني كان صيغه السؤال نفسها انا بعترف ان هي كانت برضو يعني زودت بعض الناس، بس انا ذكرت في الاخر في النص السابق، وبرضو ممكن نقول مثلا بعض الناس ذكرت برضو الكلمه في النص السابق، فانا ان شاء الله باذن الله هتغاضى عنها خالص. اللي عمل لي كلمه وحط لي عليها التنسيقات
هعديها برضو. وبإذن الله من التصفيات الجاية هيتم التحديد أكتر. فدي أول حاجة. أنا بالنسبة للإصدار، الناس تدخل على التاب فايل، تمام. في حاجة اسمها أكاونت، أكاونت أو حساب بالعربي، وأدوس عليه. شايفين إيه اللي ظهر لي؟ برودكت انفورميشن. تحتيها في حاجة برودكت اكتيفيتد، مكتوب مايكروسوفت اوفيس بروفيشنال بلس 2016. ده نوع الاوفيس اللي انت مسطبه عندك، من هنا نوع الاوفيس، تمام. من فايل، بعد كده اكونت، بعد كده هيظهر لي النوع هنا. عايز مثلا نسخة الوورد نفسها، عايز اعرفها نسخة كام، بدوس على اباوت وورد، تمام. اظهر لي اللي هو باللون الابيض مايكروسوفت وورد 2016 ام اس او، مدي لك النسخه ومكتوب 64 بت. دي نسخه الاوفيس اللي انت مسطبها، دي النسخه بتاعت الاوفيس اللي انت مسطبها. بالنسبه ل باندد رو وباندد كولوم، الناس معايا؟ ايوه اتفضل يا هندسه. تمام. لو جينا مثلا على حددنا التيبل، رحنا شلنا اللي هو الباندنت رو كده، شال لي كل ايه الجدول الاساسي نفسه لما عملته. هذا الجدول الاساسي عندي، تمام. اخترت له شكل زي ده، ورحت علمت على البندد رو، معناه ان هو عمل لي الصفوف اللي عندي، ظهر لي البوردر بتاعتها اهي، لغيتها. رحت دوست على البندد كولوم، ظهر لي الحدود بتاعت الكولوم فقط، من اسمها. ناس لو واخده بالها من الشكل نفسه اهو، بقول لك display bended row in which even row are formatted differently from odd row. فهو يعني ايه، زي ما بقول، بيعمل لي الجدول بحيث ان هو يكون سهل للقراءه، سهل للقراءه، سواء البندنت كولوم او البندنت رو. الكولوم او الرو، الرو هنا البوردر اللي عندي ظهرها لي، شلتها حددتها تاني اهو. رحت حددت بالنسبة للكولوم، فظهر لي الحدود اللي هو البوردر بتاعت الكولوم. فده اختلاف بسيط ما بين الاتنين، مش هيفيدني في حاجة. هو الجزء ده كله يعني انا ما بلعبش فيه، يعني انا على حسب التنسيق اللي انا كاتبه اهو عامله، تمام. ده بالنسبة للباندد رو والكولوم. في أي حد عنده استفسار تاني؟ في استفسار تاني بخصوص؟ لو سمحت حضرتك، بالنسبة لإصدار نسخة الوورد، أنا لما دخلت فايل قدامي مفيش فيه أكاونت نفسه، يعني فايل فيه سيف وسيف أز وأوبن وريسنت ونيو برنت وسيف أند سند وهيلب وأوبشن وإكزيت. مفيش أكاونت خالص؟ لا، في انفورميشن وريسنت ونيو برنت وسيف وسند وهيلب واوبشن واكزيت. طيب حضرتك ممكن تختار هيلب كده. طب هيلب اللي ظهر معاك. لا، معايا سيف وسيف از واوبن وكلوز برنت سيف اند هيلب. ايوه مظبوط، دخلت هيلب. ظهر ايه مع حضرتك؟ في مايكروسوفت اوفيس هيلب، وفي جيتنج ستارتد، وفي كونتاكت اس. ممكن نختار مايكروسوفت اوفيس هيلب.
كاتب بقى اللي براوز وورد هيلب الاكسبيلتي والانستولينج والاكتيفيتي وورد والجيتنج والفورماتنج وسبيلنج، الحاجات اللي عايز اسال عليها. طيب طيب انا لو عندي، معقول انا لو حضرتك عندي تعمل ملف، لي لو شير عندي سكرين ملف دلوقتي؟ وورد، لو عندي ملف وورد وعملت كليك يمين عليه وعملت بروبرتيز، يديني نفس الاصدار ولا ملوش علاقه بالاصدار؟ يعني بص، اه لو عملنا كده بروبرتيز فهنا مش ظاهر الاصدار خالص عندك، اه فالاصدار مش هيكون ظاهر. فانت لما انت بتدخل على الملف نفسه في فايل، تمام، كملنا كده، مش ظاهر، بعد مش كده ظاهر بختار قدامي اكونت. اكونت. انا مش عايز اطول عليكم وعلى الزملاء الحاضرين، اكونت مش ظاهر قدامي. لا 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 عادي، مش ظاهر. انت قلت لي الظاهر عندك اللي هو النيو والاوبن والسيف والسيف از البرنت. ايوه، والانفورميشن، انفورميشن والريسنت والريسنت والنيو والبرنت والسيف اند سند والهيلب والاوبشنز والاكزيت. طبعا ده في ملف الوورد نفسه، انا فاتح ملف وورد. تمام. طيب ده هو بالنسبة للتابات اللي عندك، التاب اللي هو الديزاين الاوت موجودة ولا موجودة بيج لاوت؟ لا، في بيج لي اوت. تمام. طب وهي النسخة اللي عند حضرتك 2010؟ تمام. اه، فيها البيج لي اوت والريفرنس والميلينج والريفيو والفيو والديزاين واللي اوت. هو هفتح مع حضرتك دلوقتي، انا في جهاز ثاني جنبي هفتحه عليه 2010، هشتغل برضو معاك بحيث ان اوريك ازاي نعرف النسخة. طيب لحد ما نكمل، في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده اي سؤال؟ بالنسبة اللي كان بيسأل على النسخة بتاعة الوورد، قلنا ندخل على فايل، بعد كده على هيلب. ناحية اليمين هتلاقي في حاجة مكتوبة اسمها About Microsoft Word، تحتها هتلاقي مديلك اسم النسخة اللي عندك، تمام؟ ده اللي ما عندهوش أكاونت، تمام؟ هي في تمام. نكمل التيبل. وصلنا لحد اللي اوت. اه بالظبط كده بيطلع لك النسخة دلوقتي. انا مثلا عملت جدول وعايز احذفه من ديليت، ديليت تيبل، برضه ظهر عندي اللي هو السيل والكولوم والرو والتيبل. لو عايز احذف خلية واحدة، عايز احذف عمود، عايز احذف صف، عايز احذف تيبل. لو جربت مثلا انا عايز احذف خلية، ديليت ديليت سيل، فظهر عندي قائمة صغيرة شيفت سيل ليفت ولا شيفت سيل اب وديليت انتر رو وديليت انتر كولوم. لو عايز احذف خلية ناحية اليسار، خلية من فوق، خلية او صف من الداخل او عمود من الداخل، جربنا دي مثلا، بعد حذف لي عمود، جربت مثلا الرو حذف لي صف، تمام. دوست ديليت تيبل حذف لي الجدول كل اللي انا عملته. الناس كلها اللي فاتحه المايكات اقفلها.
جيت مثلا أدرست جدول insert table، دلوقتي أنا عايز أعمل صف ناحية أو صف من فوق، أنا جيت وقفت عند الصف ده عايز أدرج صف من فوق، فبدوس على insert above فكده أدرج لي صف من فوق، وقفت عند الصف ده عايز أعمل صف من تحت بدوس insert below، أدي عمل لي صف من أسفل. جيت وقفت هنا عايز يعمل لي insert column to the left، يعني يعمل لي عمود ناحية اليسار، أنا واقف هنا يبقى يسار ده هيعمل لي عمود insert left، واقف هنا عايزه يعمل لي ناحية اليمين insert column to the right فعمل لي عمود ناحية اليمين. تمام، ده بالنسبة للرو اند كولوم. في حاجة بعد كده اسمها ميرج، ميرج اللي هو دمج، ميرج سيلز سبليت سيلز سبليت تيبل. الفرق ما بين التلاتة ايه؟ يعني مثلا انا جيت حددت العمود الاولاني عايز اعمل له توسيط او دمج، ادمج الخلايا كلها، يعني دي اسمها خلية، دي خلية، دي خلية، دي خلية، يعني ادي اهو دي اول خلية، دي تحتها التانية، دي التالتة، دي الرابعة، عايز اخليهم كلهم خلية واحدة، فبحددهم وادوس على ميرج سيلز دمج الخلايا، فكده خلاهم لي كلهم خلية واحدة. بعد كده سبليت سيلز وسبليت تيبل، انشطار الخلايا وانشطار او انقسام الجدول. معنى كده ان انا مثلا انا جيت عند الخلية دي عايز اعمل لها سبليت انقسام، عايز اعمل جواها يعني ممكن نقول تلات اعمدة، فلو دوسنا عليها ظهر عندي قائمة صغيرة بيقول لي انت عايز number of column و number of row، عايز كم عمود، عايز تلاتة، وعايز كم صف، عايز صفين، فدوست اوكي فهو الخلية نفسها عمل لي ليها انقسام. تمام، هذه خلية تاني زي كده دوست split cells بختار number of column، اخترت مثلا اربعة، number of row اخترت مثلا اثنين، فبدوس اوكي هذا عمل لي اربع اعمدة وصفين. جيت انا بعد كده هنا وقفت هنا وقفت في الصف الثالث، رحت دوست split table عمل ايه؟ قسم الجدول لاثنين، قسم الجدول لاثنين، يعني انا وقفت هنا عند الصف الثالث وعايز اعمل له انقسام، عايز اقسم الجدول، وادوس على حاجه اسمها سبليت تيبل، شايفين نفس واخده بالها قسم لي الجدول. ده بالنسبه للميرج. في حاجه انا اسمها سيل سايز، حجم الخليه، حجم الخلية. أول حاجة في حاجة اسمها auto fit content، شايفين بيعمل ليه في الجدول؟ بيصغر لي الجدول، لو اخترت ال auto fit window بيعمله لي كشكل window شباك أهو، لو زي ما أنا اخترت fixed column width معناه ان هو بيعمل لي عرض العمود بيكون ثابت، عرض العمود بيكون ثابت. جيت انا مثلا هنا في حاجه اسمها الهايت والويتس، الارتفاع والعرض، الارتفاع بيكون للرو اللي هو الصف، الويتس العرض اللي هو بيكون ل الكولوم العمود. بكتب هنا مثلا الارتفاع اللي انا عايزه او اغير من السهم ده اهو، العرض برضه اكتب العرض اللي انا عايزه اهو، شايفين جيت حددت تيبل كله ورحت قلت له ديستريبيوت رو، هو اللي توزيع للصفوف بيخليها لي كلها متساويه، بس انا ليه طلع معايا لبره؟
لان انا عملت ميرج، دمجت خلايا. فانا لو ما عملتش دمج للخلايا اهو، تمام، عملت جدول كجدول عادي اهو، بيعمل لي ايه في الديستريبيوت؟ بيخلي لي كل الصفوف قد بعض، والكولوم بيخليها لي هنا من الديستريبيوت، كولوم بيخليها لي قد بعض، تمام. جنبها في حاجه اسمها الاينمنت اللي هو المحاذاه. فرضا انا كتبت هنا مثلا دبلومه مايكروسوفت، رحت حددتها هنا، ظهر لي المحاذاه، بقول لك عايزها ايه؟ الاين توب رايت، عايزها ناحيه اليمين بس من فوق، تمام. اللي جنبها عايزها ناحيه اليمين، ناحيه الاعلى بس في النص هنا، عايزها من اعلى بس ناحيه اليسار، تحتها عايزها في المنتصف بس ناحيه اليسار، هنا عايزها في المنتصف، هنا عايزها في المنتصف بس ناحيه اليمين، تمام. هنا عايزها من في الاسفل ناحيه اليسار، عايزها في الاسفل في المنتصف، عايزها في الاسفل ناحيه اليمين. يعني مثلا انا جيت هنا كتبت هو كده عاملها ناحيه اليمين من فوق، ادي ناحيه اليمين، ناحيه المنتصف من فوق، ناحيه المنتصف من الشمال. المنتصف هي ليه مش ظاهره عندي هنا، او ليه مش واضحه عندي؟ هتوضع اكتر عند الناس لو ناس كتبت مثلا خطوط، تمام. جيت انا عملت هنا تيبل انسرت، تيبل، تمام. هي هتبان اكتر معانا في الاكسل، هنا في الوورد مش هتكون ظاهره اكتر معانا، تمام. اللي هي دي، الناس واخده بالها معناها. مثلا لو كتبت كلمه زي كده، رحت عملت زودت ده، تمام. ادي هي قاعده حاليا في سنتر، انا اخليها اللي هو الميدل الاين، اخليها في النص. الحته من فوق خالص دي اللي هي التوب ناحيه اليمين، اللي جنبها التوب ناحيه المنتصف، وهنا التوب ناحيه اليسار. كلمه محمد رمضان موجوده في هنا في السنتر، في السنتر بس في المنتصف. هنا السنتر ناحيه اليمين، وهنا السنتر ناحيه اليسار. جينا من تحت خالص، تحت خالص اللي هو الاسفل ناحيه اليمين، والاسفل ناحيه المنتصف، وهنا الاسفل ناحيه اليسار، تمام. ده المقصود ب ايه الالاين اللي عندي. في حاجه اسمها تكست دايركشن، تكست دايركشن. جيت مثلا عند حرف الفي، ورحت على الانسيرت ودوست على حاجه اسمها، لا دي مش هنعرفها اهي، تمام. تكست دايركشن، اتجاه النص. بص خلالي اتجاه النص ازاي، عكس لي اتجاه النص. دوست تاني خليه لي ناحية اليسار، دوست تاني ناحية من فوق، دوست تاني ناحية اليمين. كل دوسة بدوس عليها بيغير لي اتجاه النص نفسه، بيعمل لي تغيير لاتجاه النص.
لا لا، انا من الناس ما تفتحش الاكسل، انا بس كنت بوريكم نموذج. تمام، تكست دايركشن اهو، الناس واخده بالها بيعمل ايه. تمام، في حاجه اسمها السيل ميرجنس، اللي هو ايه، الهوامش بتاعه الخلايا. ظهرت لي قائمه هنا فيها توب بوتوم ليفت رايت، بحدد له انا عايزه الاعلى عايزه كام مثلا، الهوامش بتاعتها. الاسفل بحدد برضو اللي انا عايزه، الليفت حدد له ادر رايت، دوست اوكي، فهو ظبط لي الهوامش بتاعه الخلايا على الاساس اللي انا كنت عايزه. اللي هو السورت ده اللي هو الترتيب، زي ما خدناها في قائمه هوم، ترتيب ترتيب نفسه، الترتيب الابجدي، اذا كنت هعمله على الطيب، على تكست، على نص، ولا نمبر، ولا ديت، على نص ولا رقم ولا تاريخ. تمام، الفورمولا هناخدها بعد كده، اللي هي زي المعادلات هناخدها بس مش دلوقتي. بعد كده في حاجه convert to text، معناها ان انا عندي جدول فيه كلام. الجدول ده اهو، حددت الجدول بالكامل، عايز احوله لتكست، نص. بيقول لي تمام، بيقول لي انت عايز التاب ده يتحوله ولا، فانا كده اهو حولته لنص. هو اصلا تيبل، فانا ممكن احول التيبل من هنا لنص عن طريق لي اوت، بختار convert to text، تحويل لنص. تمام، بعد كده لو convert مثلا to commas، كوما اللي هو الكوما، الناس عارفه الكوما طبعا، شايفين ادي الكوما، ادي convert to comma. تمام، نفس الحكاية لو دوسنا convert to مثلا other، اهو معناها انا عندي table وعايز اعمل له convert. بعمل convert للtable ازاي؟ عن طريق بروح tab layout، بعد كده convert to text. الريبيت هيدر رو، يعني انا مثلا ده الهيدر بتاع اللي من فوق اللي مكتوب عليها دبلومه مايكروسوفت، ده الهيدر انا عايز اشيله خالص، بدوس عليه كده شال لي الهيدر، خلاه لي في مكان لوحده، او عمل لي زي انشطار للهيدر. تمام، ده الهيدر، ده الهيدر انا جاي له من ده الهيدر. حلو، فريبيت تو هيدر اهو، معناها ان انا مهما عملت، مهما عملت ومهما عدلت، لا هو في الجدول هيثبت لي ان، هيثبت ان الصف اللي فوق ده اللي انا عامله ده الهيدر عندي، ده الهيدر بتاع بتاع التيبل اللي عندي. برضو هنعرف الهيدر ده بستعمله في ايه اكتر في الاكسل. هو عامه الوورد مش بيهتم بالتيبل زي ما الاكسل بيهتم بالتيبل. كده احنا خلصنا تاب ديزاين، تاب لي اوت، كل حاجه خاصه بالتيبل خلصناها. بعد كده في قائمه اسمها الستريشن، اللي هي البيكتشرز، صور، شيبس، سمارت ارت، شارت، سكرين شوت. نسخه بتاعت 2016 و2019 لو دوسنا على البيكتشرز هيفتح لي على طول البراوز، اللي هو المكان اللي انا موجود عليه الصور. لكن نسخه 16 و19 ظهر لي حاجه كمان اسمها اونلاين بيكتشرز، لو انا عايز اجيب صور من على الانترنت. تمام، فانا اقول له مثلا لا انا عايز ذيس ديفايس، من الجهاز، اختار مثلا، اخترت دي، فتم ادراج عندي الصوره. تمام، بعد ما درست الصورة في حاجة اسمها فورمات، فورمات ظهر عندي قائمة فورمات فيها كذا أمر. أول حاجة خالص حاجة اسمها ريموف باك جراوند، إزالة الخلفية،
بدوس عليها، فنلاقي ان هو عمل لي ايه علامات باللون البنفسجي اهو، معناها بيقول لي ان هو الخلفية كلها هشيلها لك، مش هخليها غير الصورة اللي من قدام. فبدوس على حاجة اسمها كيب تشينج، حفظ التغييرات، وكده دي شال لي الخلفية، شال لي الخلفية. انا بستعمل 2019 الوورد، انا شغال عليه 2019، هتلاقوها برضو في 2010 برضو هتكون موجودة معاكم. لما تختاروا بيكشرز، تختاروا صورة من على الجهاز، تظهر حاجة اسمها ريموف باك جراوند، فهندوس على ريموف باك جراوند. تمام. فرضا انا مثلا، لا انا عايز مثلا اسحب شوية، عايز اخلي في حاجة ظاهرة، اسحبها تاني كمان، اسحب. ممكن مثلا ماخدش الخلفية كلها معايا، فانا اقعد اسحب بلعب في اللي هي المربعات الصغيرة دي على اللي انا عايزه. ادي اسحب مثلا هنا كده، لا ارجعها ورا شوية. تمام، اسحب دي هنا مثلا، فانا بقعد بلعب في اللي هي الدوائر الصغيرة من ناحية الجنب، اقعد اصغر واكبر فيها. تمام. وبعد كده بدوس على كيري تشينج، حلو كده، اللي هو حفظ التغييرات. فرضا ان انا عملت، عشان اعمل ازاله خلفيه ظهرت عندي كذا حاجه، ريفاين وكلوز. انا مثلا عندي، انا عايز اظهر اللي هو القائمه دي، اظهرها ازاي؟ في حاجه اسمها المارك اريا تو كيب، لو عايز ازود اريا عندي اهو، شايفين علامه القلم اللي ظهرت، اقول انا عايز ازود الاريا دي. لا انا عايز ازود ده، شايفين اللي ظهر عندي تاني، وادوس على المارك اريا. القلم ده بحدد، بقول له انا والله عايز الاريا دي كلها من اول فوق اهو، ادي القلم، واسحب لتحت. سحبت لتحت، في حاجة تانية ما ظهرتش عندي، فبدوس عليها، فكده ظهرت لي الاريا. فلو دوست على كي، شايفين اللي ظهر لي، اللي ظهر معايا الحاجات اللي انا عملت لها مارك. برجع تاني اهو، عايز انا ازيل اريا معينة من مارك اريا تو ريموف، انا عايز والله ازيل اللي هو البيتزا دي، انا كده زلتها، دوست كي، شايفين اللي ظهر عندي. تمام. بإذن الله. أنا مثلا عملت تحديد اللي هو مارك، حددت، دوست على مارك، رحت حددت الجزء ده، قلت لا أنا عايز أشيل التحديد اللي أنا عملته، ديليت مارك. وعايز احذف التحديد اللي انا عملته، شغلي كله هيكون على المارك، مثلا بزود هنا زي ما انا عايز، انا عايز اقول له اهو، اقول له لا انا برضو عايزه معايا. تمام. يعني بدخل على انسيرت، بعد كده بيكتشرز، ذيس ديفايس، اختار اي صورة عندي اها، وليكن دي، ظهرت عندي قائمة، ريموف باك جراوند اختارها، ازالة الخلفية. تمام، ازالة الخلفية. معنى كده ان اي حاجه في الخلفيه من ورا تتشال، فلو دوست على كيب تشينج كده حفظ لي التغيرات اللي عندي. عمل لي حفظ التغيرات اللي عندي.
زي ما هي دوست ريموف. مثلا انا عايز اجيب معاها الجزء من ناحيه اليسار وادوس على مارك اريا، بحدد الاريا الزياده اللي انا عايزها. مثلا انا عايز ده، فظهر حته ناحيه اليسار، وادوس عليها كليك بس شمال، ادي عملت معايا. فلو دوست على الكيب تشينج، او شايفين اللي ظهر نفس القصة تاني، ريموف باك جراوند. لو عايز مثلا مارك اريا تو ريموف، عايز ازيل جزء معين، اشيل مثلا جزء البيتزا ده اهو، حدد انا كده شيلته، ادوس على كيب تشينج حفظ التغيرات، فهو ادي شالهولي. تمام. هنا اللي هو discard all change معناه ان هو بيحذف لي كل التغيرات اللي انا عملتها، كل التغيرات اللي انا عملتها بيشيلها. ديليت مارك لو انا عامل تحديد وعايز اشيل التحديد ده من ديليت مارك. تمام. ده بالنسبه لاول جزء اللي هو الريموف باك جراوند. هي من قائمه فورمات، عايز اعمل كوركشن تصحيح، ادوس عليها هنلاقيه بيدي لي اشكال مختلفه، ستايلز مختلفه اهي. بس واخده بالها اهي من الستايل اللي ظهرت. في حاجه من تحت اسمها بيكتشرز كوركشن اوبشن، اعدادات الكوركشن. الاعدادات من هنا بلعب فيها زي ما انا عايز اهي. بس واخده بالها اهي من هنا، بلعب في البرسنت زي ما انا عايز، وضحتها اكتر. الشارب نس اللي هي الحده اهي، ازود من هنا، شايفين الحده بتزيد. من هنا بغير، قلنا الستايل اللي انا عايزه من هنا اهو، من الحاجه اسمها بيرسيتس. بعد كده برايتنس الخشونه اهي، من الكونستراكت انا برضو ممكن العب لي في الاعدادات بتاعت الا الصوره. بعد كده تحت ظهرت لي حاجه اسمها البيكتشرز كلر، لون الصوره. من البرسيت بختار اللون، خليه ده مثلا اهو. الساتوريشن هو الحده مثلا اهو، بس واخده بقى اللي بيظهر. بقعد بلعب يعني زي ما انا عايز في التنسيقات والشغل اللي عندي، هتلاقيه ايه عمل تمبريتشر، درجه الحراره نفسها، درجه الحراره بتاعت الصوره اهو. ري كولر اللي هو لون تاني عايزه، اللون ده مش عاجبني مثلا، ستايل مختلف اهو، بختار الستايل انا عايزه. تمام. بعد كده في حاجه اسمها كروب. كروب اللي هو قص، من اللي هو البيكتشر بوزيشن المكان بتاعت الصوره، ويدث اللي هو العرض اهو، الهايت الارتفاع بتاعه من هنا. بعد كده في الاوفست اكس واوفست واي، يعني اتجاه محور اكس واتجاه محور واي اهو، واخده بالها. بعد كده الكروب بوزيشن، انت عايز مثلا تعمل كروب اللي هو قص، عايز تقص جزء معين من مسافه، والله اهو عايز تقص، واخد بالك انت اهو بتقص كده، فبتزود. لا انا عايز العرض يقص لي، والله يقص لحد هنا اهو، واخدين بالكم اللي بيظهر معايا. عايز الارتفاع يقصه لي اهو، انا كده بقص، واخدة بالها من اللي بيحصل معايا. الفيل اللي هو اللون، لون الامتلاء، اللون اهو، الناس واخدة بالها. جريديانت بالنسبة لللاين، الخط نفسه سوليد مثلا ولا الخط الخارجي. هنا الافكت اللي هو التأثيرات زي ما قلنا، الشادو، فالناس لو لعبت في الكلام ده كله هيعمل لي تأثيرات مختلفة. بيرسيت والكلر، ريفليكشن اللي هو الانعكاس، الجلو اللي هو التوهج،
السوفت ايدج اللي هي الحواف الناعمه 3 دي روتيشن و3 دي اهو، بقعد العب زي ما انا عايز هنا اهو، الروتيشن الحركه، الاكس روتيشن الدوران حوالين اكس والدوران حوالين واي والدوران حوالين زد، برضو بزود زمان اهو، الناس واخده بالها اللي بيحصل معايا. هو الناس اللي في هندسه تفهم اكتر يعني ايه الدوران حوالين الدايره نفسها، يكون فيها تلات محاور اللي هو محور اكس واي وزد، فبعمل الدوران من هنا تمام. بالنسبه 3 دي فورمات برضو اقعد اغير في الويتس العرض والارتفاع زي ما انا عايز اهو، الماتيريال الماده نفسها، المادة دارك ولا سوفت ولا عايزه فلات، الماتيريال اللي هي المادة، اللايتنينج اللي هو الإضاءة عايزها كده تمام، وأقعد أغير زي ما أنا عايز كده. اللي أوت بروبرتيز اللي هو التكست بوكس هناخده بعدين، والأول تكست هناخدها بعدين. ده بالنسبة للجزء بتاع الكوركشن. الكلر برضو نفس القصة، يعني الكلر يديني ستايل مختلفة، فيه مور فاريشن اللي هو ألوان مختلفة اهو. في حاجة اسمها سيت ترانسبيرنت كلر بيشيل الخلفية، لو دوست كده كده شال الخلفية اللي من ورا تمام. دي التاني من كلر، ورحت دوست سيت ترانسبيرنت كلر انا عايز اشيل جزء من فوق، فهو بيشيل الخلفية اللي من ورا. هنعرفها اكتر يعني مثلا لو جيت على جوجل ورحت قلت انا عايز صورة طائر متحرك جي اي اف، اختار صور ظهر عندي الطائر ده، راح تدوس سيف ايمج از، حفظت الصورة على الديسكتوب. شباب الناس تركز في المحاضرة دلوقتي وتسيب فورم الحضور للآخر، الناس تركز في المحاضرة وفورم الحضور هنشوفه في الآخر. تمام لا بالنسبة للكروب بتعمل قص، تعمل قص. اما بالنسبة للريموف باك جراوند دي بيزل الخلفية، الخلفية لو فيها اي حاجة بيعمل لي ازالة للخلفية، وبقعد يعني ازيل الجزء اللي انا عايزه. اما الكروب بعمل قص للصورة اللي عندي، بعمل قص للصورة تمام. زي ما قلنا الكلر من هنا، احنا اخترنا صورة قلنا طائر متحرك، هندوس انسيرت اندكشرز ديفايس اندسكتوب، انا اخترت ده حلو كده، فبروح على كلر وادوس على حاجة اسمها سيت ترانسبيرنت كلر، رحت دوست على الخلفية اللي من ورا، شايفين شال لي جزء من الخلفية، بس دي ما شالهاش اكتر ليه؟ ان اصلا يعتبر الخلفية فيها جزء متحرك. فانا هروح تاني على جوجل اختار الصورة دي تمام، سيف ايمج از، ادي حفظت الصورة نفسها، دخلت على الوورد انسيرت بيكتشرز، ادي الصورة، الصورة فيها خلفية بيضة، فانا عايز ازيل الخلفية البيضة.
ناس مش شايفاها عشان الملف نفسه ابيض، فبدوس على حاجه اسمها color، بعد كده set transparent، دوست عليها فظل لي الخلفيه، او هرجع تاني احط صوره على الاقل تكون هذا الراجل ده. هي الصورة اللي من وراء صورة لونها أبيض، اللي رفع إيده اللي حابب يسأل اتفضل، حابب يسأل اتفضل. طبعا نرجع لها تاني، ف الكلر هنا اهو جبت ايه، عندي حاجة زي كده. بص على الكلر، ست ترانسبيرنت كلر، واخدين بالكم؟ شلي الخلفية، خليها لي بيضة، خليها لي صورة الراجل بس عندي أنا أهو. تاني بروح على الكلر، حاجة اسمها ست ترانسبيرنت كلر، بيعمل لي اللون نفسه بتاع الصورة الخلفية نفسه، عززلها هو، بيعملها لي على نفس اللون اللي من ورا، اللون الصفحه اللي عندي ورا لونه ابيض. هدوس على سيت ترانسفيرنت كلر، رحت دوست على اللون الاصفر فشل لي الخلفيه. تاني صوره زي كده، رحت على فورمات، بعد كده ريموف باك جراوند، ازاله الخلفيه. انا بحاول اظبطها على قد ما اقدر بحيث ان هو يشيل لي الخلفيه. انا عايز اللي هو المطعم فقط، فاللي ظاهر عندي هو ده اللي هيظهر. هو شال لي كل حاجه ورا الكلام ده، ورحت دوست على كيب تشينج، لازم ادوس على كيب تشينج، فكده شال لي كل حاجه اللي ظاهر من ورا ديه اللي انا عامله في التنسيقات بتاعت الصوره. تمام. اما هنا، هنا بيشتغل على اللي هو الصور المتحركه او ايا كان الصور، مش شرط متحركه، لو الخلفيه ساده وعايز اشيلها بيشيل الخلفيات الساده من كلر وست ترانسبيرنت كلر، واروح اعلم على اللون اللي عايز اشيله كلر. انا علمت كده، شلت الخلفيه اللي عندي، شلت الخلفيه اللي عندي. تمام. ربع ساعة كده إن شاء الله هنخلص.
يعني الناس بس يا ريت تهتم بالمحاضرة أكتر ما تهتم بإمتى المحاضرة هتخلص والكلام ده. يعني المحاضرة فيها حاجات كويسة، فيا ريت يعني الناس تركز معايا، يا ريت الناس تركز معايا. اخترت حاجة زي كده، تمام. كده خدنا الريموف باج، هنخلص بس الاعدادات بتاعت الصورة وبعد كده هنخلص المحاضرة. خلص بس اعدادات الصورة، هنخلص اعدادات الصورة. على فكرة المحاضرة بتاعت النهاردة مهمة جدا جدا، وبالنسبة لشغل اللي هو اللي لو عايز اعدل على الصورة واعمل لها قص واعمل ازاية خلفية، الناس كانت بتدخل على الفوتوشوب، فاحنا ده كله هنحاول نعمله مع بعض على الوورد، بحيث بامكانيات اقل نقدر نعمل يعني نفس اللي بستعمله الفوتوشوب هعمله على الوورد. فبرضه عشان ما اطولش على الناس، هنا في حاجه اسمها الكالر. زي ما قلنا لو عايز ازيل الخلفيه من ست ترانسبيرنت، هنا هيظهر لي ستايلات مختلفه، فلو دوست عليها فكده شال لي الخلفيه خلاها لي بيضه. بس هتلاقيها بيعمل معاك في صور وصور لا. في حاجه هنا اسمها ارتستيك افكت، تاثيرات نفسها اهي، الناس واخدة بالها من اللي بيظهر معاه اهي. لو دخلنا على ارتستيك افكت اوبشن، برضو الاعدادات، الاعدادات نفسها بنلعب فيها، استعملناها قبل كده برضو، نفس الاعدادات هي هي. زيادة عليها مثلا حاجة اسمها الانجل، الزاوية، زاوية الدوران نفسها، الديستنس اللي هو المسافة، اهو واخدين بالكم المسافة، المسافة بتاعت الشادو المعمول عندي او التنسيق المعمول عندي، البيلر اللي هي اهي، واخدين بالكم من اللي بيحصل، السايز، والترانسبرنسي اللي هو الشفافية. بقعد برضو اغير زي ما انا عايز اهو والعب فيها. بعد كده في حاجة اسمها كومبريس، دي مش هتفيدني، لان ده لو عايز مثلا صورتين عايز اضغطهم مع بعض، تمام. تشينج بيكتشرز، معناها ان انا لو الصورة اللي عندي دي مش عايز اعزفها بس عايز اغيرها من تشينج بيكتشرز، برضو جاي لك فروم ا فايل او فروم اونلاين سورس، من مصادر انترنت او من الفايل، عايز اغيرها احط مكانها والله الصوره دي اهو، شالها لي حط مكانها الصوره دي بنفس التنسيقات والشغل بتاع الصوره دي، تمام. هنا في حاجه اسمها ريسيت بيكتشرز، دوست عليها فرجع لي الصوره لاصلها تاني بدون اي تغييرات عليها. ريسيت بيكتشرز اند سايز، دوست عليها برضو، معناها ان هو رجعها لي لحجمها الطبيعي تاني. صورة زي دي ادرجتها، عايز العب في الستايل بتاعها بلعبها من هنا اللي هو البيكشرز ستايلز، ادي ستايلات، ستايلات مختلفة اهو، اغير من هنا ستايلات اهو، الناس واخدة بالها باللي بيحصل. استنى انزل، ندرج صورة من انسيرت بيكشرز ديفايس، انا ادرجت مثلا الصورة دي، تمام. فبلعب في الستايل من هنا اهو، الناس واخده بالها، اصغر بس الصوره الاول، انتظر مع الناس اهي. لو لعبنا في الستايلات، شايف الناس الستايلات اللي بتظهر معايا اهو، اغير زي ما انا عايز الستايلات. هنا ظهرت لي ستايلات كتيره للصوره، تمام. هنا البيكتشرز بوردر اللي هو الحدود بتاعت الصوره، اللون بتاعها اهو، اللون مثلا عايز اللون ده. الافكت برضو زي ما احنا درسناه اللي هو الشادو والريفليكشن والجلو، توهج برضو نفس الحكايه، البيفل اهي، تمام. البيكتشرز لي اوت لو عايز احولها لحاجه اسمها سمارت ارت، هنعرفها بعدين لسه ما خدناهاش، فانا كده حولتها لسمارت ارت، تمام. هيظهر معايا اشكال تانية، فانا برجعها اهو،
بعد كده في حاجة اسمها بوزيشن، مكان الصورة نفسها، عايزه بوزيشن ان توب، هو انا عايزه في الاعلى بس ناحية اليسار اهو، عايزه في الاعلى ناحية اليمين من هنا، عايزه في الاعلى ناحية المنتصف، عايزه في المنتصف، هو عايزه في المنتصف ناحية اليمين، المنتصف ناحية اليسار، عايزه من اسفل ناحية المنتصف ولا من اسفل ناحية اليمين ولا من اسفل ناحية اليسار. لو دوست على مور layout option هيظهر لي اعدادات مختلفة اهو، في حد حابب يسأل؟ في حد رفع ايده؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سلام، انا باشمهندس محمد. مع حضرتك. انا حضرتك السؤال في الريموف باك جراوند. تمام. اما اجي اعمل ريموف باك جراوند اقدر عندي صوره شخص، صوره وراه خلفيه معينه وانا عاوز اجيب الشخص فقط وامسح الخلفيه. فالشخص ده صورته غير منتظمه. لما حضرتك قلت لنا انت بتختار الصوره اللي انت عاوز تظهرها عشان تخفي الخلفيه اللي وراها، الاختيار بيبقى مستطيل يعني منتظم الشكل. لو انا عاوز اختار شكل بقى غير منتظم زي صوره شخص او طائر او اي حاجه، اختاره ازاي؟ والسؤال الثاني، في الصوره اللي حضرتك عارضها دلوقتي في كلمه العلامه التجاريه دايره، لو انا عاوز اعمل كروب دايره، كروب دايره وليس كروب مستطيل، برضه هل ده ممكن ولا لا؟ تمام. الكروب انت عايز القص يكون اللي هو دايره مش مستطيل. تمام. السؤال الاولاني بتاع ازاله الباك جراوند، ازالتها اذا كان الصوره اللي انا عاوز احتفظ بها غير منتظمه زي صوره شخص، ده السؤال الاولاني. تمام. السؤال الثاني، الكروب اللي حضرتك بتحاول تعمله دلوقتي ده، الكروب ده مستطيل، لو انا عاوز اعمل كروب دايره بقى على قد الدايره اللي قدامنا دي بس. تمام. اتشكر حضرتك. يعني لو مش موجوده عايزة كده عادي مفيش مشكله يعني. لا اشوف حالك حاضر. هو بالنسبه للكروب لحد الان ان انا بعمله كمستطيل، اما مش متاح لي ان انا اعمله كدايره. تمام، مش متاح لي ان انا اعمله كدايره. طب الباك جراوند بقى، بالنسبه للباك جراوند انا جيت حملت صوره شخص، مش لازم جي اي اف. لو صورة شخص طبيعي عادي او طائر عادي وانا عاوز ازيل الخلفيه، لو الخلفيه بقى مختلفه الالوان، لا مش خلفيه زي دي، الخلفيه دي كلها لون واحد، لو انا ايوه زي الشخص اللي واقف ده اللي هو في الشارع ده. حاجه زي كده. في الجنينه، واحد واقف في الجنينه اهوت لتحت ده، يعني واحد واقف في حديقه او واقف في شارع. تمام، ادي نزلتها. ايوه مثلا دي رحت عملت. دوست على ريموف باك جراوند. فهو كده شال لي الخلفيه اللي قدر يتعرف عليها، وفي جزء تاني انا عايز اشيله. اشيله ازاي؟ باجي انا عاوز اختار الشخص وازيل كل ما هو خلافه يعني. بالظبط، انا بلعب في اللي هو لو شاف ان في دايره صغيره من ناحيه جنب بقعد العب فيها زي ما انا عايز لحد ما اشيل الجزء اللي انا عايز اشيله اهو. تمام اهو، الدايره فين؟ مش شايفها انا الدايره اللي هو اللي انا بحرك منها اهو، من ناحيه اليسار دي، شايف اللي انا مسكتها ناحيه اليسار دي اهي، في زي دايره صغيره حوالين الصوره. بغير فيها زي ما انا عايز اهو. تمام. يعني كل ما بتصغر اللي بيبان لك ايه اللي هيظهر وايه اللي مش هيظهر. بالظبط، اللي هو اللون الموف ده اللي هيتزال. بالظبط كده. فانا عايز اشيل الجزء اللي من تحت ده من مارك اريا تو ريموف، او قصدي من مارك اريا اهو.
تمام، فبرضو انا شلتها ظهر برضو عندي حاجات تانية من تحت، عايز اشيل الحاجات دي. ريموف باك جراوند، حاول العب في مثلا في المارك اريا تو ريموف، عايز ازيل مثلا الاريا دي. الحاجة اللي بدوس عليها بيظهر لي علامة زي لون البنفسجي اهي، الناس واخدة بالها اللي بيظهر معايا. دوست على كيب، شال لي على قد ما يقدر، حاول برضه العب فيها تاني لحد ما اظبطها. وده في فيرجن كام بقى يعني، من اول فيرجن كام الاوبشن ده موجود؟ موجود من 2010. من 2010 تمام. موجود من 2010. شكرا. وحضرتك قلت لي بنعرف الفيرجن ازاي؟ معلش انا اسف. لو معانا 2016 و19 من تاب فايل، بعد كده بختار اكونت، هيظهر لي هنا الفيرجن بتاعي. ده بالنسبه لو 2016 او 19، اما لو 2010 بدخل على تاب فايل، بعد كده هيل، ناحيه اليمين في حاجه عن اسمي اسمها المايكروسوفت اوفيس اباوت مايكروسوفت وورد، تحتها هتلاقي نوع الفيرجن اللي انت بتستعمله. يعني تاب فايل وبعدين هيلب. لو معاك 2010، اما لو 2016 و19 هتبقى تاب فايل بعد كده اكونت. اكونت بالظبط كده. وبعد ده بيظهر لي بقى الاوفيس. لو مثلا فايل اهو تاب اكونت، ناحيه اليمين ظهر لي اللي هو 2013 عندنا بالظبط كده. يبقى 2013 في الخاصيه اللي حضرتك شرحتها دلوقتي. بالظبط كده. تمام شكرا. العب في تحت. اتفضل. احنا بس هنكمل باقي الاوبشنات بتاعت الصوره. تمام. زي ما قلنا البوزيشن اللي هو المكان بتاع الصوره. سلام. السيشن هو؟ لا هو كان مشغل الصوت اللي اصلا. ليه اقل من ربع ساعة؟ تمام. بالنسبة للراب تكست اللي هو اتجاه النص نفسه، يعني انا مثلا انا عندي الصورة دي، الصورة دي انا مش عارف احركها، يعني انا اول ما دخلت صورة على ملف الوورد. تمام. هدخل صورة من insert، pictures، this device، هدخل صورة زي كده، فالصورة مش هتتحرك معايا، مش هترضى تتحرك معايا، فأدوس على الراب تكست. تمام. في كذا اوبشن ظاهر معايا بيقول لي in line with text، معناه ان هو على الخط مع النص، يعني معناه ان هو مش هيتحرك ولا يمين ولا يسار ولا اعلى ولا اسفل. سكوير هيتحرك كمربع. طيب اللي هو كود سروت اللي هو خلال، يعني ممكن احطه على نص، ممكن احطه على سمارت ارت، احطه على شيبس، على اشكال. تمام. فبحرك فيه زي ما انا عايز. ناحيه اليسار حوالين الصوره كلها في زي دوائر صغيره، بكبر وصغر منها الصوره زي ما انا عايز، وامسك الصوره من المنتصف كده واحرك فيها اهو، احرك فيها زي ما انا عايز. في حاجه اسمها التوب اند بوتوم، يعني اتحرك لاعلى واسفل، يعني كده اتحرك لاعلى واسفل، لكن لو جيت اعلى واسفل ناحيه اليسار اهو بيدي لي امكانيه ان اتحرك في اي مكان. لو دوست على حاجه اسمها بيهايند تكست، خلف النص، معنى كده، معنى كده انا لو كاتب نص زي كده، عايز اخلي الصوره خلف النص اهو، انا ان الكلام ظاهر اهو تحت الصوره من behind text، شايفين؟ ناس واخده بالها؟ برضه نفس القصه هنا in front،
دي كلها اعدادات فرع فيها. بعد كده في حاجة اسمها bring forward و send backward و selection bin و align. اولا selection bin معناها انا لو عايز اخد الصورة دي وبدوس عليها ف بدوس على علامة العين اللي ظاهرة دي فانا كده خفيت الصورة، دوس عليها تاني كده اظهرت الصورة. مثلا انا عندي صورة زي كده، عندي صورة رحت على insert اخترت صورة تانية اختار throat عشان تتحرك معايا اهو. فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخلي الصورة دي باكورد اللي هو ايه خلف الصورة اللي من تحت، وبدوس على send backward بختار send to back، send to back. طب احنا لو مش هتطبق معانا فلو جينا مثلا اخترنا الصورة اللي من تحت خليتها هنا تمام، رحت دوست send to back ربطتها على bring forward، هي مش راضية تطبق معايا لان تلاقيها يعني تطبق اكتر في الباوربوينت. اما هنا لو عندي مثلا اتنين شيبس يعني مثلا ادي ناس بس ايه يعني انا كده كده الشيبس ده هدرسه بالتفصيل المرة الجاية تمام. وادي شكل تاني، فعايز الشكل ده اخليه تحت الشكل التاني وادوس على حاجة اسمها send back، send to back ارسال للخلف. لو دوست send او bring in to front احضار للامام ظهرت لي من قدام في كده سريعا تمام. بالنسبه برضو للصوره كده احنا بالنسبه للالاين اللي هو المحاذاه نفس البوزيشن، هي المحاذاه رايت ناحيه اليمين ناحيه الاعلى المنتصف الاسفل. الروتيل التدوير، ايه معنى التدوير؟ ان انا عايز ادور الصوره مثلا عايز اعمل لها روتيت 90 درجه ناحيه اليمين ناحيه اليسار، اعمل لها روتيت تدوير فيرتيكال اللي هو راسي او هورزنتال افق. انا بعمل تدوير للصوره من هنا اهو مثلا، زي ما قلنا الكروب اللي هو القص، عايز اعمل قص للصوره. الكروب تو شيب لو عايز بالظبط كده، انا لو مثلا كذا صوره في نفس الوقت تمام. but you must crop them to the same shape or difficult but you can multi motion tools format and size or click the area. بالظبط كده بالظبط. انا مثلا حددت ادي دي، حددت دي ورحت بالنسبة لي اللي هو السند it makes the enter pixels it always changes the shape while maintaining the pixels or original aspect ratio there may be empty space and millions of the shape like group handles appear on the edge and corners of the pixel so when you select then just the position. هو ظهر عندي بالنسبة لل send to back وال bring to in front يعني احضار للأمام أو احضار أو إرسال للخلف، جربت فيها اشكال فظهرت معايا. بالنسبه للصور تمام، في صور معينه يعني مثلا الصوره دي حطيتها في الخلف، الناس واخده بالها الصوره في الخلف، الصوره في الخلف. لو دوست على فورورد تمام عملت سيلكشن
تمام. هي خاصة بالكلام نفسه بالنسبة للصور، أما بالنسبة للشيبس زي ما احنا شفنا، لو عايز أعمل شكل على شكل يعني ورا شكل أو شكل أمام شكل، عرفنا من bring to front و send to back. نرجع عليها برضه تاني إن شاء الله السيشن الجاي. بالنسبة زي ما قلنا align محاذاة، جيت أنا مثلا حددت صورتين زي بعض عايز أحطهم في مجموعة واحدة جروب واحد، جروب واحد بدوس عليها ودوس جروب، فالناس واخدة بالها بيجي الاتنين صورة واحدة، الاتنين صورة واحدة، أحرك فيهم زي ما أنا عايز. أدوس على جروب تاني، أدوس أن جروب، فأهو خلى لي كل صورة لوحديها. وزي ما قلنا الروتيت اللي هو بعمل تدوير للصورة، كروب اللي هو القص، مثلا لو قلت كروب تو شيب انا عايز اقص لشكل، الشكل مثلا ده هشوف قص لي الصورة اخليها لي ازاي. تاني كروب تو شيب اخليها والله كده اهو، فهو بيقص لي الصورة على شكل شيب، بيبص لي الصورة على شكل شيب. بالظبط ما هو ده احنا بنتكلم فيه، انا بعمل اللي هو قص عن طريق اللي هو بدخل على تاب فورمات، بعد كده بختار كروب اللي هو القص، او لو عايز مثلا اقصه ده يعني على شكل معين، انا ده عايز اقصه اخليه والله عايز اخليه بالشكل ده اهو، ناس واخده بالها اهو، عايز اخد صوره بخفيها من هنا على علامه العين بالظبط. يعني في كذا طريقة ممكن نعمل بيها الأشكال. بالنسبة للهايت والويتس اللي هو الارتفاع بتاع الصورة والعرض بتاع الصورة، ارتفاع والعرض كده. خلصنا كل ما يخص البيجز والتيبل والصور. إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية اللي هي يوم الثلاث الساعة 5، يوم الثلاث الساعة 5، يوم الثلاث الساعة 5 هنكمل إن شاء الله ده كتاب انسرت. بنعتذر لو طولنا على الناس، السيشن النهاردة كان مليان معلومات، فكان لازم حد كلها تتشرح. لو في أي استفسار بخصوص المحاضرة بتاعت النهاردة، يا ريت الناس تبعت لي على الواتس، أو تبعت على الجروب بتاع مايكروسوفت.